قد تتوقف الحرب مؤقتا وتعقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس قبل بداية شهر رمضان. الكلام لمصدر مصري وصفته صحيفة الشرق الأوسط بالمطلع، لكنها أوضح أن حسم الأمر يبقى رهن تخفيف شروط الطرفين، وهو ما تهدف إليه المباحثات الجارية في القاهرة. الأجواء التفاؤلية تلك تلتقي مع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن وزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية يشعرون بوجود نوع من التقدم في المحادثات. ذاك التقدم وفق مصادر فلسطينية هو عبارة عن مسار جديد يقترح تهدئة لمدة 45 يوما، ويتضمن التالي: الإفراج عن كبار السن من الرجال وما تبقى من أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، إدخال المساعدات بشكل مكثف إلى مدينة غزة وشمال القطاع، ولكن لا حديث عن عودة النازحين من سكان الشمال. السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة بركات الفر كشف للشرق الأوسط أن الوساطة المصرية القطرية تسابق الزمن من أجل الوصول إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان. في السياق ذاته نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماجيرك يعتزم عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في مصر تتركز حول اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت ووقف عملية الجيش الإسرائيلي المتوقعة في رفح جنوب غزة.